جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. جهة تقرض بفائدة وأنا أريد أن أشتري سيارة، هل يجوز أن آخذ القرض من تلك الجهة لأشتري السيارة أو بماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. القرض بالفائدة حرام، ربا، ربا صريح، قد حرم الله الربا ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وأعلن الله الحرب على المرابين، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالربا حرام شديد التحريم، وهو مكسب سحت وخبيث، ولا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا ولو كان محتاجا، فإن الحاجة لا تبيح المرابات، عليه أن يطلب سداد حاجته بما أباح الله له، وشراء السيارة ليس ضروريا، فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، إن وجد من يقرضه فإنه يقترض قرضا حسنا بدون فائدة، وإن لم يجد من يقرضه فإنه يشتري السيارة بثمن مؤجل وعلى أقساط على حسب استطاعته، ولو طال الأجل وزاد الثمن عن الثمن الحاضر. فهناك ولله الحمد مخارج للمسلم، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الحاصل أن الربا لا يجوز التعامل به في حالة من الأحوال مطلقة، لأنه سحت وحرام وخبيث. نعم.